محطة أخرى للوداد الرياضي لتكريس المسار الموفق الذي بصم عليه منذ بداية دور المجموعتين بالتشامبيونز ليج. هذه المرة المحطة ستكون حاسمة بمواجهة لبطل القارة السمراء 6 مرات الأهلي المصري. التأهل إلى نصف النهائي رهين بحصد 3 نقاط في مباراة الأحد، مباراة ستشهد غياب كل من فابريس أونداما وأحمد أجدو فيما سيعود خلالها ياسين الكحل بعد التوقيف، أمور يبدو أن دوكاستل يجيد التعامل معها. سنفعل ما في جهدنا للفوز بالمواجهة، نستعد جيدا تكتيكيا ونفسيا. الأهلي يلعبون أيضا آخر أوراقهم لأن الخسارة أمامنا تعني الإقصاء. هم سيأتون بالعناصر كلها عكس الوداد الذي يعاني من غيابات وزنة، لكن العمل سيكون مع باقي اللاعبين، وأعي جيدا أن الفريق قادر على تحقيق نتيجة إيجابية. الوداد خاض آخر حصة تدريبية مفتوحة قبل التوجه يوم غد إلى ضواحي بوسكورة في معسكر مغلق. آخر أخبار بطل الموسم ما قبل الماضي عودة الكونغولي ليسمويتيس أمس للتوقيع مع الفريق وخروج البطاقة الدولية لكل من يونس الحواسي ومصطفى العلاوي. الأصداء القادمة من مركب بن جلون تفيد أيضا اهتمام الوداد بمدافع أولمبيك خريبكا بكر الهلالي. بعيدا عن هذا، لاعبو الوداد يرون أن الفريق جاهز لمواجهة الأهلي ويؤكدون أن خط الدفاع لا يشكل نقطة ضعفهم. المقابلة تكون صعبة، والنقطة اللي تكلمت على الدفاع أنا بالنسبة لي ما تيشكلش واحد العائق بالنسبة للجروب. هو كاين واحد لي شونجمون تيديرها المدرب على حساب البوست، وإن شاء الله هادشي هذا راح تنحاولوا أننا في التدريب أننا نعالجوه، وتنوعد إن شاء الله الجماهير الودادية أننا إن شاء الله ما بقاش ناخذوا إصابات في السيف. بالنسبة لهاد المباراة ضد فريق الأهلي، فبالنسبة لي أنا بالنسبة للمجموعة يعني مستعد مدة ديال الشهر هذه، فالحمد لله يعني حتى نكون ضمن الفريق فغن يعني غنكون يعني نتمنى من الله باش نكون في المستوى ديالي إن شاء الله. الوداد سيدخل المواجهة متصدرة للمجموعة الثانية رفقة الترجي التونسي، وحده الفوز إذن سيكون عنوان التأهل والابتعاد عن حسابات الجولة الأخيرة.